تقريبا 3 متر. مدينا مجموعة من الفوسز، مدينا في فورس هنا رأسية 300 كيلو متر، مدينا فورس هنا بين نقطة. مديني فورس افقية هنا 80 كيلو نيوتن، ال 80 دي اسقاطها نازل هنا في النص. المسألة دي محور X ومحور Y، ده المنشأ ده الكروس سكشن بتاعه. الإسقاط بتاع المحور X هيبان هنا فين؟ في نص المسألة. المسألة إيه؟ متماسكة. محور Y برضه هيبان فين؟ في النص بين Y وبين X. فال 80 كيلو نيوتن ظهر هنا هو النهائي من بين هذه المنطقة. ال 300 كيلو نيوتن قال ان هي موجودة برضه هنا في العالم محور اكس، دي اللي هي 300. وتابعوا مسافة مقدارها قد ايه هنا؟ اديني دي واحد. الفورس ال 40 هتبان هنا خط، وهو لازم يحددها لي هل هي ماشيه في هذا الاتجاه ولا ماشيه في هذا الاتجاه. فهو هنا مديها لنا ان هي نازله في هذا الاتجاه الاسفل. يبقى الثري فورسز مديها لي فين؟ في المسقطين. مديها لي في الالفيشن، ومديها لي في الاسقاط بتاعها بتاع الكروس سكشن عشان تبقى عندك تخيل للاتجاهات بتاعتك الـ N والـ MX والـ MY بتاعتك هتحسب ازاي. زي ما اتفقنا قلنا ان المعادلة الأساسية هي N على A زائد MX على IX وY زائد الـ MY على IY في X. المسألة دي مطلوب مني ان انا احسب الـ Normal Stress Distribution عن القطاع موجود هنا في الأسفل. الكروس سكشن بتاعك المسقط بتاعه فين؟ هو ده المنظر بتاعنا. طبعا المنشأ ده مفرغ عبارة عن عمود مفرغ بالمنظر ده. مطلوب مني ان انا اقسم النورمال ستريس ديستريبيوشن على هذا الكروس سكشن عند قطاع موجود هنا في الاسفل. طبعا اول حاجة تعملها اللي هي تحسب خواص الايه؟ المساحات. خواص المساحات بتاعتك اللي هي عبارة عن الاريا الاي اكس الايه؟ الاي واي. وكان برضه وفي برضه نوم قال لي ان في عندي القامه او كثافه المنشا بتاعي تساوي 22 كيلو نيوتن على المتر المكعب. حته القامه هو مديني القامه ليه هنا؟ ايه؟ عشان احسب الايه؟ الوزن. الوزن هيخش معايا بايه؟ لما تيجي تحسب الاستريسز عند جزء اسفل المنشا هنا مين اللي هيخش معاك؟ الوزن. يبقى الويت هيخش معاك هنا فين؟ في النص. والويت بتاع المنشا هينزل تحت فين؟ في البلان في المنتصف بالظبط. هينزل فين؟ في السنترويد هنا. يبقى النقطه دي خليها في دماغك لحد ما نيجي ايه عندك. طيب اول حاجه تعملها اللي هي خواص المساحات بتاعت المنشا. هنبتدي نحسب الايه؟ الاريا الاي اكس الاي واي. طيب هنا مبدئيا محور اكس الكلي هيكون موجود فين؟ في المنتصف. محور واي هيكون في المنتصف لان المساله طبعا من البدايه واضح ان هي ايه؟ متماسكه. فالاريا بتاعتك هتطلع عباره عن كام؟
كبيرة أو صغيرة. الاريا ناقص الايه؟ يبقى الاريا هتطلع بتساوي الاريا اوت ناقص الاريا تطلع بتساوي 6 في 3 ناقص 4 ونص في كام؟ تطلع بتساوي 9 متر سكوير. طب الاي اكس عبارة عن الاتش تكعيب على 12 ناقص البي صغيرة في الاتش تكعيب على الـ 12، يعني تبقى عبارة عن الاريا اوت برضه ناقص الاريا في الاي تي تطلع تساوي 6 في 3 تكعيب على 12 ناقص 4 ونص في 2 تكعيب على 12 ده هيطلع 10 10 مش محتاجين نعمل نص متر اس 4 الاي واي هتطلع بسبب كام؟ الموازي في العمود التكعيب على 12 برضه هتبقى عباره عن الاي واي نور ناقص الاي واي جي تطلع تساوي 3 ناقص 2 من 4 ونص على 12 هيطلع تساوي 38 81% اس 4. كده نقدر نعرف ان انهي محور اقوى من الثاني. محور واي اقوى يعني يشيل المومنت المفروض اكبر من المومنت بتاع محور ايه؟ اكس. طيب دي اول خطوه عندك. الخطوه اللي بعد كده انك تحسب مين؟ الانت والماس والموضوع. عشان تحسب الان والام اكس والام واي عايزين نحدد الاول المحاور بتاعتنا واحده واحده كده. ادي محور اكس ادي محور واي وادي محور ايه؟ زد. هيبقى ايه؟ عمودي عليه. يبقى محور زد هنا هيبان ايه؟ نقطه. ده الاكس البوزيتيف وده واي البوزيتيف، ده واي نيجاتيف وده اكس نيجاتيف. طيب لما نيجي نسقطهم فوق هيبانوا ازاي؟ اللي كان باقي النقطه بس هيظهر فوق ايه؟ فين الخط ده هيبقى؟ هيبقى بالنظر ده يبقى ده محور زد. طيب المحور اللي هيبان هنا القطاع بتاعك طبعا تحت وبالتالي هنخلي المحاور بتاعتك تحت. المحور اللي هيبان ضغط هنا ايه المحور فيهم؟ محور اكس. بصفة الشكل كده هيبقى ده محور ايه؟ ده هيبقى الاكس الايه؟ البوزيتيف وهنا الاكس الايه؟ النيجاتيف. ومحور واي اللي باين الخط هنا لما تيجي تسقطه هيبان ايه هنا؟ هيبان نقطة. يبقى أول خطوة بتعملها إنك تحدد المحاور بتاعتك وبناء عليها تبتدي تحسب الـ N والـ M X والإيه؟ والـ M Y. الـ N زي ما اتفقنا قلنا هي القوة الموازية للمحور إيه؟ زد. فالـ N هتبقى عبارة عن مين؟ مين الموازي محور زد؟ 300. 300 دي كومبريشن ولا تنشن؟ كومبريشن. في مين تاني موازي محور زد؟ الدبليو. والدبليو دي برضه هتسبب ايه؟ كومبريشن يبقى ناقص الدبليو. يبقى معنى كده لازم احسب مين؟ الدبليو. طب الدبليو دي عباره عن ايه يا شباب؟ دي عباره عن الجاما مضروبه في فوليوم. يبقى الدبليو عبارة عن ضغط مضروبة في الفوليوم بتاعك تطلع تساوي 22 مضروبة في الفوليوم عندك عبارة عن ايه؟ 6 اللي هي الاريا مضروبة في
مضروبة في الارتفاع بتاع اللي هو الانش. يعني لما نضربها في الداليه مضروبة في الانش. يعني تطلع بتساوي 22 في الداليه بتاعتك احنا كنا طلعناها كام؟ 9. الانش بتاعتك كانت 5 يبقى تطلع من هنا الدوامة بكام؟ 99. 990. يبقى 990 كيلو متر. يبقى القيمه هتطلع تساوي 3890 سالب 300 ناقص 990 هتطلع تساوي سالب كام؟ 1290 1290 كيلو متر. في بعد كده الكيو اكس والكيو واي. الكيو اكس عامل كام؟ هو الموازي محور اكس. مين موازي محور اكس هنا؟ مفيش غير ال 80. طب ال 80 دي غيرها ناحيه الايه؟ سالب فهي مسافه. يبقى سالب 80 كيلو نيوتن. الكي واي هي القوه الموازيه لمحور واي. مين موازي محور واي؟ يعني هيبان فوق النقطه اللي هي ال 40 وهيبان تحت خط زي الواي. فاللي باين تحت خط مين؟ 40 اهي. طب سالب 40 طيب موجب ولا سالب ايه؟ موجب. ضلع فين؟ ناحيه واي موجبه فهي موجب. يبقى موجب 40 كيلو متر. وانس ان احنا جبنا الان والكيو اكس والكيو واي نبتدي نحسب بقى الام اكس. ام اكس هتطلع مساوي سيجما ايه؟ ادي يو واي. ادي يو واي في الجلد زائد سيجما الان في الاحداث الواي بتاعنا. يبقى الام اكس هتطلع بتساوي الكيو واي عندي مفيش غير فورس واحده كيو واي قيمتها 40 الموجب. يبقى 40 مضروبه في كام؟ يبقى ال 40 اهي بتلف حوالين محور اكس. هتضرب في اي مسافه؟ المسافه ما بين ال 40 وما بين محور اكس. المسافه دي قد ايه؟ 5 متر. يبقى هتضرب في 5 تطلع تساوي 200 كيلو نيوتن في متر. لو جيت بصيت عليها كده هتلاقيها فعلا زق في هذا هي طالعه بهذا الاتجاه كده زق كده الفرصه دايما مرسومه كده. يبقى هي بتلف في هذا الاتجاه 40 مضروبه في المسافه بتاعتك اللي هي 5. نكمل المعادله فاضل ايه؟ زائد قال لسه ما كملتش سيوم زائد سيجما الام في الواي. يبقى انا هضرب الدبليو في احداث الواي بتاعتي. الدبليو دي احداث الواي بتاعها كام؟ زيرو. يبقى الدبليو في زيرو وال 300 هتضرب في الايه؟ بالزيرو. يبقى معنى كده زائد صح اوكي ماشي دي صفر زائد ال 300 300 موجب ولا سالب؟ سالب. سالب 300 مضروب فيه زيرو. واحد. ايه؟ واحد. مش احسن تقريبا. الباشمهندس هنا بيقول عايز يضربها في واحد مش في زيرو. احنا بنيجي نضرب بنقول ان ام ايه؟ الكيو او الام اسف مضروب في انهي احداث؟ واي. طب الاحداث الواي بتاع النقطه دي الاحداثيه بتاعتها كام يا باشمهندس؟ واحد وزيرو. الاحداثي اكس بتاعها بواحد والاحداثي واي بتاعها بكام؟ زيرو. يبقى معنى كده الواي بتاعتنا في صفر زي ما وبالتالي هتطلع قيمة ده كده كله على بعضه هتطلع بزيرو وتطلع بتساوي 200 كيلو نيوتن في متر. طلعت من الاول. الام واي
يبقى عباره عن سيجما يو اكس اي ال زد زائد سيجما ايه يا شباب؟ ال في الاحداثي ايه؟ اكس. يبقى الام واي تطلع متساوي الكيو اكس عندك زائد 80 هنضربها في المسافه لحد ما محور اكس 80 هنا تبعد عن محور اكس سوري عن محور واي احنا بنلف حواليه المسافه دي قد ايه؟ 3 متر يبقى هنضرب في كام؟ في 3 لو جيت بصيت هتلاقيها فعلا بتلف في هذا الاتجاه بتعمل الشد فين؟ نحو عشان كده القيمه طلعت قد ايه؟ بالسالب زائد ال ان هيبقى عندي الدبل اللي هي ب 1290 في الاحداث بتاعها حوالين محور واي الاحداث بتاعها كام؟ اكس دبليو برضه ناقص ال 300 في الاحداثي الواي بتاعها الاحداثي الاكس بتاعها الاحداثي المره دي الاكس بتاعها كام؟ واحد موجب ولا سالب؟ موجب موجب في الحالة دي الام واي بتطلع بتساوي 540 موجب ولا سالب؟ نيجاتيف 540 كيلو نيوتن في متر يبقى انت عندك الام واي طلعت نيجاتيف 540 والام اكس طلعت بالبوزيتيف 200 لو كده وقعناهم على قطاعي شكلهم عامل ازاي يعني؟ خلينا الام اكس اللي هي موجب 200 اولا انا هقسمها عمليه على محور اكس هتبقى كده راس السهم فين؟ تحت راس السهم فين؟ لتحت راس السهم تحت يعني ده لفوق يبقى بننظر ده الاكس دي هتعمل ايه؟ هتعمل كومبريشن فين وتنشن فين؟ كومبريشن تحت وتنشن فوق كومبريشن هيبقى تحت يعني ماكسيمم كومبريشن هيبقى تحت وفوق وماكسيمم ايه؟ تنشن او مينيمم كومبريشن يبقى ده قيمة الام اكس ده الشكل بتاعها طلعت ب 200 الام واي طلعت بكام؟ سالب 540 سالب 540 سالب يعني ايه؟ يعني ديلها ناحيه السالب وبتلف عمودي على محور واي يعني لو حطيناها سهم هتبقى عموديه على محور واي يعني في الاتجاه ده وديلها فين؟ ناحيه الايه؟ الشمال فده الام واي وطلعت بتساوي 540 وبالنيجاتيف يعني ديلها ناحيه الايه؟ اديني كومبريشن فين وتنشن فين؟ كومبريشن تحت برضه تنشن فوق تديني كومبريشن على اليمين وتديني تنشن على الشمال يبقى نتوقع كده ان الماكسيمم كومبريشن فين؟ تحت يمين ها الكورنر ليه؟ اللي هو تلاقي الراس ده مع الراس ده تبقى دي الماكسيمم كومبريشن والماكسيمم تنشن او المينيمم كومبريشن طبعا هيكون فين؟ هيكون هنا لو النقطة دي طلعت تنشن يبقى النيوترال اكسس موجود فين؟ طب لو دي طلعت كومبريشن يبقى النيوترال اكسس هيطلع فين؟ هيطلع نشوفها مع بعض بقى تعالى نجيب بعد كده تتخيل شكل الحل هيبقى عامل ازاي من قبل ما نحل تعالى بقى نجيب محور التعادل او النيوترال اكسس عشان تجيب النيوترال اكسس يبقى تعمل ايه؟ لازم الاحداثيه هنعوض عن الاف بيساوي زيرو تعوض الاول في معادله وبعدين تعوض عن ال ان الاف بتساوي ايه؟ زيرو انت عندك الاف هتطلع بتساوي ان على ايه؟ ان على ايه اللي هو سالب 1290
على الاريا اللي هي 9 9 زائد 2 الام اكس على الاي اكس اللي هي 10.5 في الواي زائد الام واي اللي هي نيجاتيف 540 على الاي واي اللي هي 38 81% مضروبه في الاكس. هتعمل ايه؟ نعود على هتخلي الاكس بتساوي 0 وهتحط مره الاكس بتساوي 0 هتطلع من هنا الواي بار اللي طلع بتساوي وهنحط مره الواي بتساوي 0 وتطلع من هنا الاكس بار سبعة والإكس بار هتطلع بتساوي كام؟ سالب 10.30 سالب 10 3 من 10 وبناء عليه نبتدي نوقع هذا الكلام بقى على الشكل بتاعنا. يبقى هترسم المسألة بتاعتك في سكيل ونوقع عليه هذا الكلام. ترسم المسألة بتاعتك في سكيل وتوقع عليها قيمة الإكس بار والواي بار، الواي بار طلعت بـ10 بـ7 وشوية. أنا عندي المسافة دي كلها 3 يعني المسافة دي 1.5 يبقى 7 وشوية تبقى قد إيه؟ تبقى كده فاهمة سبعة ونص طبعا. يبقى ده المسافه بتاعتك دي هي الواي بار. الاكس بار طلعت كام؟ سالب 10 و3 سالب 10 و3 من 10 انا عندي المسافه دي 3 متر يبقى ال 10 هيبقوا فين؟ هتبقى كبيره في الوقت. تقسم المسافه بتاعتك لسكيل وتوقع الفهم بتاعتك اللي هي 10 من 3 من 10 ونوصل الاثنين دول ببعض النقطة دي بالنقطة دي ويبقى ده النيوترال اكسس بتاعك. يبقى وقعنا الواي بار اللي هي 7 وشوية والاكس بار اللي هي نيجاتيف 10 وشوية وصلنا النيوترال اكسس ببعض. نيوترال اكسس طلع فين يا شباب؟ يبقى معنى كده ان بنفصل ما بين الكومبريشن والتنشن. معنى كده الجزء اللي تحت كله هيبقى ايه؟ اللي هو المنظر بتاع الكومبريشن. طيب ارسم بقى الاستريسز هنا ولا فوق؟ في فوق طبعا بالمنظر ده. هناخد الداتا بتاعنا المنظر ده كده عمودي على النيوترال اكسس الداتم بتاعك وابتدي اوقع عليه قيم الايه؟ الاستريسز. هتنزل بخط موازي للنيوترال اكسس من النقط اقرب نقطه للنيوترال اكسس هتلاقي النقطه دي وابعد نقطه هتلاقي النقطه دي اللي احنا كنا متوقعينها من البدايه. يبقى هنوصل كده وموازي برضو هيبقى بالنظر بس الخط ده موازي للنيوترال اكسس ومن النقطتين دول اوقع قيمه الاف 1 وقيمه الايه؟ الاف 2 يقف احسب قيمه الاف 1 وقيمه الايه؟ الماكسيموم والمينيموم ستريسز. اف 1 هنعوض باحداثيات النقطتين نسمي النقطه دي نقطه 1 اهي ودي نقطه 2. نقطه 1 الاحداث بتاعها كام وكام؟ 3 و7 الاكس بتاعتك ب 3
والواي بتاعتك سالب واحد سالب واحد ونص. والنقطه دي الاكتاس بتاعها كام؟ سالب ثلاثة والواي بوزيتيف واحد ونص. يبقى نعوض بهذه الاحداثيات، يبقى ام اكس على الاي اكس في الواي، يبقى عندي هنا سالب الاول 1290 على 90 ولا على 9؟ على 9 زائد الام اكس اللي هي ب 20 على 10 ونص في الواي. الاحداثي الواي بتاع نقطة واحد بكام؟ سالب واحد. سالب واحد ونص. زائد الام اكس زائد الام واي اللي هي 540 سالب على 38 81% في الاحداثي اكس بتاعها اللي هو 3. تطلع لك اف 1. واضح طبعا ان هتلاقي اف 1 هي تجميع للايه؟ للنيجاتيف كله علشان تطلع لك اكبر قيمه للكومبريشن، فهتطلع بنيجاتيف. سيبوها تطلع بكام؟ 213 و64. ايه؟ 213 و64. 213 و64% كيلو نيوتن على المتر المربع. الاف 2 برضه سالب 1290 على 9 زائد 200 على 10 ونص. المره دي في موجب واحد ونص ناقص 340 على 38 81% في سالب 3. هتلاقي المره دي بقى ايه؟ ده نيجاتيف، وهتلاقي تاخد عليه الايه؟ القيم البوزيتيف علشان يدي لك اقل قيمه موجوده او يدي لك تنجن. فهتطلع لك الاف 2 سالب 73 سالب كام؟ 73 سالب 73 كيلو نيوتن على النيوتن. يبقى ده شكل توزيع الاكادات. القيمتين طلعوا بالنيجاتيف، قيمه هنا كبيره 200 وشويه، والقيمه دي في حاجه 70. هتوصل الاثنين ببعض، لازم هيمروا عند النيوترال اكسس هنا، القيمه بتاعتك هتوصل بالايه؟ بالزيرو. ده اللي هي 73، والقيمة دي اللي هي 200 كام؟ 213. ويبقى ده شكل الشيء نورمال ستريس ديستريبيوشن.
لو كان ليه بقى المنظر ده كده زي اللي احنا متعودين عليه كنا بناخد الطب الاول وقال لي ارسم لي النورمال ستريس ديستريبيوشن لي سيكشن هنا سيكشن اس 1 عايز الكروس سيكشن بتاعك هو عباره عن اي بي من المنظر ده كده وهيدي لك الفصائص بتاعته هيدي لك الاريا هيدي لك الاي اكس هيدي لك الايه الاي 1 وده محور فيكس بتاعه وده محور واي بتاعه تمام طيب لو حبينا نعرف القطاع ده المحاور موجودة فين على الشكل اللي تبقى موجودة فين عايزين نحسب الستينج اكشن او الماكسيموم او النورمال ستريس ديستريبيوشن على القطاع اس 1 الاكس دوت هو هنا ده اكس وده الواي وزد هيبقى ايه هنا نقطه محور اكس على نقطه لو اسقطناهم مين اللي هيبقى الراس هنا ده هو الواي الواي جميل يبقى ده الواي بوزيتيف وده الواي نيجاتيف محور اكس هيبان ايه نقطة هيبان نقطة وزد موازي محور زد اللي هو فين اللي هو محور القمر يعني ده محور زد صح كده طيب هنا الان بكام زيرو ان هنا بزيرو الكيو اكس زيرو هل في بوف تجاه اكس مفيش زيرو الكيو اي موجة باتنين عبارة عن اتنين موجة ولا سالب موجة موجة اتنين ويبقى معنى كده ان الكيو اكس بتديني مين الموي ولقينا برضه ممكن تديني ام واي معنى كده ان الام واي هيطلع بكام هنا؟ زيرو زيرو مفيش بس عندي غير ام اكس لان مفيش هيبقى لي كيو واي في ال هيبقى عباره عن 2 في 3 موجب ال 2 موجب في ال 3 تطلع مساوي 6 ويبقى ده قطاع معرض لعزم ام اكس بس وبالتالي هيبقى شكل الستريس بتاعته عباره عن ايه؟ ان محور اكس هيبقى هو النيوترال اكسس ويبقى مفيش غير قطاع واحد معرض للعزم هيديني هنا التنشن وهيديني تحت الايه؟ الكمبريشن وهيبقى ده شكل توزيع الايه؟ الاتجاهات بتاعتك اللي هو اللي على الاي في الواقع صح كده؟ ان المومنت هنا طلع لي عزم ايه؟ موجب كان في طريقه ثانيه ان انت ممكن برضه ما دام مساله معلقاش غير مومنت كنت ممكن حضرتك تعمل ايه؟ كنت ممكن رسمت شكل المومنت اللي انت متعود عليه هيبقى عباره عن ايه؟ هنا بزيرو وهنا بكام؟ باثنين يبقى ده شكل البند المومنت 2 في 3 هيطلع هنا ب 6 طن متر ده شكل ايه؟ البند المومنت دايجرام شكل البند المومنت دايجرام ده معناه ايه؟ ان انا في عندي عزم بالمنظر ده صح؟ العزم ده ما دام ديله فوق كنورمال ستريس يديني عزم ايه على طول؟ عزم بوزيتيف واتجاهه ايه؟ هو كده اتجاه مين؟ عمودي على محور اكس يبقى بيديني اسمه ايه؟ اسمه ام اكس يبقى الام اكس عندي تطلع بتساوي 6 طن متر وديلها ناحيه واي الموجبه فهي موجب يعني ممكن ترسم المومنت لو الموضوع سهل انك ترسم فيه المومنت ترسم المومنت وتاخد منه السهم تحطه على القطاع هتلاقي القطاع بتاعك او العزم بتاعك عمودي على محور اكس وبالتالي يبقى اسمه ام اكس ديله فين؟ ناحيه الموجب يبقى هو عزم ايه؟ موجب يعني دي برضه من الطرق اللي احنا ممكن نضطر ان احنا نستخدمها الكلام ده ليه؟ لان انت ممكن يجي لك مساله عباره عن كاميرا عاديه خالص ويقول لك احسب النورمال ستريسز بتاعتها لو خدنا كاميرا
بالمنظر ده. وعليها حاجة موازنة. المنظر ده كده. والحمل ده مثلا 2 طن على المتر. وده القطاع. وهذه القطاع بتاع الكاميرا عبارة عن HEA مثلا بالمنظر ده كده. وهذه محور اكس. وهذه محور واي بوزيتيف اهو بالمنظر ده كده. القوة اللي هي الحمل الموسع ال 2 طن في متر ده لما تيجي تسقطه هيبان هنا فين؟ هيبان بالمنظر ده كده صح كده؟ اللي هي ال 2 طن على المتر الكوبي. القوة دي بتمثل لي كيو ايه يا شباب؟ كيو واي. معنى ان هي كيو واي يبقى ان هي هتديني عزم اسمه ايه؟ ام اكس. ام اكس مبدئيا. يبقى اذا مبدئيا كده من دماغك كده انت فاهم ان العزم اللي انت هتحسبه نتيجه الحمل ال 2 طن في متر هيبقى اسمه ام ايه؟ ام اكس. ده مبدئيا. طيب لما يجي يقول لي ارسم مثلا النورمال ستريس ديستريبيوشن عن القطاع اللي موجود في النص، او ممكن يقول لي ما يجيبهاليش قطاع في النص، يقول لي عن الماكسيموم بند مومنت. يبقى نبقى الماكسيموم بند مومنت موجود فين هنا؟ في النص. يبقى انا هحسب عن القطاع موجود فين؟ في النص. يبقى تحط القطاع بتاعك هنا موجود في النص، او محور الواي ومحور اكس هيبان هنا، هيبان نقطة وده المحور ده. او يقول لك ارسم البند مومنت دايجرام وانت تحسب منها ايه؟ تعمل ايه؟ العزوم بتاعك. طب لما تيجي ترسم المومنت هنا هيطلع بكام؟ لو المسافة بتاعتك دي 8 متر. المومنت بتاعك يطلع بكام؟ المومنت هنا بزيرو. المومنت هنا بزيرو. قيمة المومنت في النص يطلع بكام؟ ميل سكوير 8. ميل سكوير 8. ايوه القيمة دي تطلع بتساوي في ميل سكوير على 8 اللي هي تطلع بتساوي كام؟ 16. 2 في 8 تربيع على 8 تطلع بتساوي 16 طن قيمة. يبقى القيمة بتاعتك هنا ب 16. طب العزم ده عزم هذه القطاع بتاعك نفس المربع. العزم المرة دي هنا عزم ام اكس ولا ام واي؟ ام اكس. ليه ام اكس؟ عشان نتج من كيو واي. فالعزم ده انا عارف ان هو ام اكس. طب امتى يكون العزم ده اسمه ام واي؟ لو الكاميرا دي لما يكون القوة بتأثر في اتجاه ايه؟ كيو اكس. يبقى تديني ام واي. الكلام ده اتحقق امتى؟ لما يكون في فورسز بتأثر في الاتجاه العمودي على السبورة هنا، ولما تيجي تسقطها هتلاقيها بتبان هنا عند ايه؟ عند محور اكس. في الحالة دي هتديني ام اسمه ايه؟ ام واي. طيب العزم بتاعك ده لو قلنا ده محور اكس بتاعك وادي محور واي، قلت لك وقع العزم بتاعي ده سهل. مش العزم ده هيبقى بينه تحت؟ عشان كده احنا رسمنا العزم تحت. لما تحط السهم ده على القطاع اللي قدامه بالمنظر ده يبقى ده يعتبر ام اكس. وام اكس موجب ولا سالب؟ سالب. ليه سالب؟ عشان ديله فين؟ ناحيه واي الايه؟ النيجاتيف. يبقى ده ام اكس نيجاتيف. يعني قيمه المومنت لما تيجي نخش بيها في المعادله بتاعتك هتبقى عباره عن ايه؟ سالب 16. الام اكس هنا بكام؟ سالب 16. تطلع تساوي سالب 16 طن. مهم جدا يا شباب انك تعرف العزم ده يعتبر ام اكس ولا ام واي. والحاجه الثانيه انك تعرف اذا كان موجب ولا سالب.
طب وموجة مسالب دي بتعتمد على ايه؟ على الاشارات بتاعة النورمال ستريسز. ايه اشارات النورمال ستريسز؟ ان انت عندك لما يبقى ديل السهم، ديل السهم ناحية واي الموجبة فهو ايه؟ فهو موجة كام اكس يعتبر عزم ايه؟ سالب. وهل الكلام ده منطبق مع الكلام اللي كنا ناخده في الترم الاولاني؟ احنا كنا بنسمي ان العزم ده اسمه عزم ايه؟ موجة. الاثنين عكس بعض، دول ما لهمش علاقة بدول. يهمني الجزء بتاع النورمال ستريسز ان احنا شغالين على الاشارات بتاعه المعادله بتاعه النورمال ستريسز اللي هي موضوعه على اساس ان ايه؟ ان العزم بتاعنا لما يكون ديله ناحيه الواي الموجبه فهو موجب، ديله ناحيه السالب فهو سالب، والام اكس والام واي نفس الكلام، لو ديله ناحيه اكس السالبه سالب، لو ديله ناحيه واي السالب الموجبه فهو ايه؟ فهو موجب. فهم الكلام ده؟ طيب تعالوا ناخد مع بعض مثال كده. المسألة دي تديني كاميرا علينا 2 طنط بليدر، ده الواي وده الاكس، وايه لي ان الاتش هنا تساوي 4 طنط، وحط لي الاتش هنا كده. الاثنين طن في المينا دي لو حطيناها هنا هتبان ازاي؟ هتبان هنا ده اللي هو الاثنين طن في المينا، ده الحمل الموزع موجود في هذا الاتجاه. ده قوة الحمل الموزع ده قوة ولا؟ اسمع، الحمل الموزع عبارة عن قوة. قوة بتتأثر في الاتجاه الرأسي، يبقى معنى كده هي عبارة عن كيو ايه؟ كيو 1. طب لما نيجي نحسب الستريننج اكشن، انا في عندي كام نوع من القوه المره دي؟ عندي نوعين. النوع الاولاني اللي هو الاكتر من ميتر اللي هو الكي واي اللي هو الاثنين طن في الميتر، وده هيديني عارف اسمه ايه؟ ام اكس. والنوع الثاني اللي هو عبارة عن الـ QX
ديت قبل ما ابتدي احل ابقى حاطط السيناريو ده في دماغي. كل اللي هتعمله دلوقتي حضرتك انك هتاخد كل نوع لوحده وترسم له شكل ايه الموج. ده توقف طبعا على هو عايز الستريمنج اكشنز فين. فبرضه خلينا نرسم الموجت وبعدين لما نتكلم على موضوع هو عايز يرسم الستريمنج اكشنز فين. اول نوع هتاخده معاك هو الاثنين تامبر هيتر لوحده. اللي هي الاثنين طن بر متر اللي انا عارف ان هي عباره عن ايه؟ عباره عن الكيو ار. وده هيديني شكل الايه؟ المومنت بتاعه. شكل المومنت بتاعه هيبقى عباره عن ايه يا شباب؟ المومنت هنا بصفر وهنا بصفر والقيمه بتاعتك هتطلع بي في ال سكوير على 8 فاصل البي في ال سكوير على 8 هتطلع بسبب كام؟ 9 هيبقى 2 36 على 8 هتطلع بتساوي 9 طن متر. يبقى ده البندنج مومنت دايجرام. ده بيمثل لي عزم اسمه ايه يا شباب؟ كيو اي هيديني عزم من بدا اسمه ام اكس. كل اللي هتعمله ترسم القطاع جنبه اهو ادي محور اكس بتاعك العزم ده بيلف ازاي؟ ديله فين؟ تحت. تنقل السهم هنا كده يبقى ده ام اكس بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. يبقى الام اكس النيجاتيف تساوي كام؟ سالب 9 طن. ده لو في النص صح كده؟ طب النوع الثاني يا شباب من الفورسز اللي هتاخده لوحده اللي هو اي نوع؟ الاتش. الاتش اللي هي باينه نقطه. لو رسمنا المومنت على انه نقطه هيبقى كله ماشي عمودي على سطوره مش هنشوف حاجه. هنعمل ايه؟ هلف الكاميرا علشان اشوف الاتش دي. يعني هلفها بالمنظر ده. فالفورس اللي هي كانت باينه نقطه باينت عندي فضل. الاتش كده صح؟ يعني اصبح الشكل اللي انت رسمه هنا اصبح ان ده عباره عن محور مين يا شباب؟ محور اكس المره دي. يعني كاني لفيت الايه؟ الكاميرا. معايا؟ طيب معنى كده لما تعمل كده القطاع اللي جنبها ده كانك لفيته اصبح شكله عامل ازاي؟ ايوه بقى كده العرض كده صح؟ عشان الاتش باين. واضح كده؟ لما نيجي نرسم المومنت الفورسز دي زي ما اتفقنا قلنا ان هي عباره عن كيو اكس يبقى العزم اللي هينتج عنها هيبقى اسمه ايه؟ ام اكس. ام اكس الاتش عندك بتساوي 4 هيديني هنا رد فعل وهيديني هنا رد ايه؟ فعل. هيبقى القيمه بتاعتك هنا كام وكام؟ ناخد العزم ايه؟ عندي باب العزم فعل. خد العزوم حوالين النقطه دي هيبقى عبارة عن 4 في 2 على ايه؟ على 6 يبقى هتبقى عبارة عن 8 على 6 وهنا 4 في 4 على 6 وهنا 16 على 6 يعني 8 على 3 يبقى قيمة المومنت هنا هيطلع بيساوي نضرب في 2
يبقى 16 على 3 فيها كام؟ 5 33 واضح كده؟ المسافة بتاعتك اللي بكام؟ بست. ناقص بقى. ناقص الأربعة. مضروبة في كام؟ اتنين. تطلع بتساوي؟ صفر. والواي بي؟ تطلع بتساوي كام؟ بابر. نيجي ناخد العزوم هنا بقى يا بابا الماي باتنين وربع اتنين وربع بيعرف في فايدة ليه الماي ثابتة وليه الماي
والام واي ام واي 4 التمرين ال 4 عزم اللي هو كان الاتش بيساوي 4 والكون 8 على 3 يعني ممتاز يا حسن ممتاز 8 على 3 3 8 على 6 قصدك اه انت حسبت 8 على 3 3 ناقص 4 ناقص 4 3 كام؟ ممكن نحسبها من الناحية دي أسهل 4 الحساب مش مال اسهل طبعا يبقى 8 في 6 في كام؟ 3 تطلع بكام؟ 4 تطلع ب 4 موجب ولا سالب؟ ليه موجب؟ بدلها ايه؟ اذا انا احسب سالب هتبقى بالسالب يلا بص يبقى هي دي الاجابه الصحيحه فعلا يبقى لما نقطه مهمه لما اجي اقول عايز احسب الاستاتيك اكشنز او النورمال ستريس ديستريبيوشن عند القطاع اس 1 اللي في النص انزل على اس 1 التسعة اهي انزل اشوف قدامها القيم بكام القيمه اللي في النص طلعت هنا في كام بتسعة هي القيمه اللي في النص طب هل ال 533 دي كانت في النص لا دي كانت مترحله ناحيه اليمين شويه طب القيمه اللي في النص دي هتطلع بكام احسبها هتبقى عباره عن ايه عباره عن رد الفعل في المسافه اللي هو عباره عن 8 على 6 8 على 6 مضروبه في المسافه اللي هي 3 تطلع بتساوي نيجاتيف 4 تطلع 4 دلها تحت فهي سالب وده دله تحت فهو برضه الايه في السالب يبقى قيمه الام اكس هتبقى عباره عن نيجاتيف 9 ونيجاتيف 4 طن في قيمة طبعا الكلام ده مش مظبوط فاهم انت الصفر للام مش شرط احسبها من العزوم تاني صح ممكن اخد متشابه مثلث من تحته وخلاص ما هو متشابه مثلثات طيب ممكن تجيب متشابه مثلثات برضه عادي ده في 5 وده في 0 متشابه مثلثات اقدر اطلع طيب لو انت عايز تحسب قيمه النورمال ستريس ديستريبيوشن عند القطاع موجود هنا S2 ده S1 طب S2 ها الام واي هتبقى كام؟ سالب 5 سالب 5 الام واي تبقى سالب 5 و33% طن في سالب 1 طب الام اكس كام؟ سالب 1 انت عايز برضه القوة اللي هي تحسبهم سالب 1
الاشارات اللي انت بتستخدمها وانت بتحسب بين الموتور حاجه والقيمه بتاعتك بتاعت ام اكس وام واي معتمده على اذا كان ديل السهم ناحيه الموجب او ناحيه الايه السالب. ممكن المساله كمان يكون فيها نورمال فورس القطاع هيبقى معرض لايه لان ام اكس وايه وام واي. لو في نفس المساله دي قال لي انا عايز الماكسيمم ستريسز او احسب لي النورمال ستريس ديستريبيوشن عند الماكسيمم سترينج اكشنز هتاخد اس 1 ولا اس 2 مين فيهم هيديني ماكسيمم ستريس اس 1 طب ما الماكسيمم واي موجود في الناحيه الثانيه انت واخد ام 1 اللي يعني 533 الماكسيمم ام 1 انت اكبر رقم عندك كان سالب 9 اكبر رقم عندك اس 2 نعم لا ما شكل اللي احنا ما سمناهوش ام اكس وام واي لما تيجي تقسم شكل الاستريسز هيطلع لك شكل الاستريسز حاجه كده ملوش علاقه خالص باللي انت بتقوله. هتيجي ايا كان النورمال ستريس ديستريبيوشن هترسم هتوقع هتلاقي في قيمه كده القيمه هتبقى عامله كده عند ابعد نقطه صفر يبقى ده شكل النورمال ستريس ديستريبيوشن اللي علاقته باللي انت بتقوله. الماكسيمال ستريس هل هننقل من السكشن اس 1 ولا سكشن اس 2؟ اس 1 اس 1 نعم. ما عشان انا لما ده مديني اكبر عزم الام اكس فانا كده لما الاي اكس قدام اكبر اي اكس لا ال الاي انرجي حوالين الاكس اكبر من الانرجي حوالين الواي فمين اللي هيدي ستريسز اكتر؟ ما اعرفش ما معوض بالظبط. يبقى احنا لازم لما يجي يقول لك هات لي ماكسيمم ستريسز يبقى حضرتك لازم هتجرب مرتين هتاخد سكشن عند اس 1 حيث القيم الـ MX اهي والـ MY اهي وارسم الـ Normal Stress Distribution. خلصت مسألة طب واخد تاني MX و MY عند Section A S2 وارسم الـ Normal Stress Distribution بشوف مين فيهم الأكبر يبقى هو ده الـ Maximum Stress. ممكن يكون هنا Tension أكبر هناك الـ Compression أكبر ودي الـ Maximum Absolute Value للـ القيمة بتاعتك. يعني مش بتقدر تقرر من مجرد انت حسبت الـ MX و MY